نحن هون كقوات سوريا الديمقراطية انضمينا لهالحملة وهذا الطريق الوحيد يلي بيطلع. نحن وين حاليا؟ نحن جنب سد الفرات، بدنا نطلع الطرف الثاني، بدنا نقتحم مدينة الطبقة، بدنا نحرر السد. يعني الطريقة الأولى هو تحرير السد ومدينة الطبقة مشان تروح الخطورة من المدينة، وبعدها بنطلع على المرحلة الأخيرة هي تحرير مدينة الرقاء من تنظيم داعش. احنا كوحدات حماية الشعب عم نجهز قواتنا وعتادنا مثل ما عم تشوفوا وراي، وعم نحمل السيارات والأسلحة الثقيلة والمدرعات مشان نعبرها على الطرف الثاني من جهة الطبقة، وعم نخطط لهجوم واسع مشان نحرر الطبقة وإن شاء الله نحرر بإذن الله. بداية تمكنا من السيطرة على مطار الطبقة وعلى جميع القرى المحيطة بالمدينة، وسيطرنا أيضا على عدة أحياء داخل المدينة، ونحن نستمر في التقدم للسيطرة على كامل المدينة ومن ثم البدء بتحرير مدينة الرقاء.